من هو أكثر حاجة، الفقير أم المسكين؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الفقير والمسكين إذا ذكر جميعا اختلف معناهما، فيراد بالفقير من ليس عنده شيء، ويراد بالمسكين من عنده بعض الشيء، فالمسكين أحسن حالا من الفقير. أما إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، إذا ذكر الفقير وحده دخل فيه المسكين، وإذا ذكر المسكين وحده دخل فيه الفقير، وصار معناهما واحدا. نعم.